في الستينات كانت الحرب الباردة على أشدها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وكان هناك لعبة شطرنج مو على طاولة وإنما في أعماق المحيطات. كل دولة كان عندها ترسانة من الغواصات اللي تسرح وتمرح في باطن المحيطات وقادرة على إطلاق الصواريخ النووية، وكانت تحدث بينهم الكثير من المناوشات. مرة من المرات عرف الأمريكان أن هناك غواصة روسية غرقت، فقالوا أن هذا أكبر كنز ممكن نحصل عليه، ولابد أن تقوم بعملية سرية فائقة السرية وما حد يدري عنك. فأطلقت CIA واحدة من أغلى وأعقد العمليات في تاريخ الحرب الباردة، انتشال هذه الغواصة الغارقة تكلف مقاييس اليوم أكثر من 3 مليار دولار. بس كيف تغطي عليها؟ اتفقت CIA مع شركة هيوز على إخراج الغواصة والتغطية على الأمر بالقول أنها ستدشن عملية عملاقة لاستخراج المنغنيز من البحر، وبدأت العملية واقترب الفريق من سحب تلك الغواصة. وفي منتصف العملية والغواصة بدأت تطفو للسطح شيئا فشيئا، حصل ما لم يكن يخطر في الحسبان. فجأة فقد المخلب الغواصة، وسنوات من العمل وملايين الدولارات بدأت تغرق ويبتلعها المحيط. لأن العملية سرية فالمفروض ما حد يدري عنها، لكن كالعادة تسرب الخبر ووجدت CIA نفسها أمام معضلة. كيف راح ترد على الصحفيين والإعلام الغاضب؟ ويمكن أهم من ذلك كله، كيف تعاملك مع السوفييت؟ كيف راح ينظرون لك لو عرفوا أنك أخفقت؟ ستكون أضحوك أمامهم وصلا للسخرية والتندر في صحفهم ومؤسساتهم. CIA وفي عالم الجاسوسية كان من صالحها أن يعتقد السوفييت أنهم تمكنوا من سحب الغواصة فعلا وكشفوا كل تلك الأسرار، بس ما يقدرون يكونون بهذا القدر من الفجاجة ويكذبون أمام الملأ بهذه الدرجة. فلجأوا إلى المحامي اللي أعطاهم صيغة رد صارت أشهر عبارة، هدية تاريخية لكل مسؤولي العلاقات العامة والمشاهير حين يواجهون بالفضائح. العبارة هي أن CIA لا تستطيع أن تؤكد ولا أن تنفي صحة تلك المعلومة. الرد الجلوماري، جلومار ريسبانس. بعد الحادثة بأربعين سنة جت CIA وحطت لها أكاونت في تويتر. كانت أول تغريدة هي: نحن لا نستطيع أن نؤكد ولا أن ننفي أن هذه هي أول تغريدة لنا. الرد الجلوماري. جلومار ما كان اسم المحامي اللي اخترع هذه العبارة، وإنما جلومار هو اختصار لاسم الشركة اللي أسستها CIA، جلوبال مارين، البحرية العالمية جلومار.